خلينا نروح مع حضراتكم للمقال اللي كتبه الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم في مقاله صادر غدا في صفحات الجريدة العريقة بعنوان قوة الحكمة في إقليم فقد عقله. خلينا نشوف مع حضراتكم قراءة في الإدارة المصرية والإدارة الحكيمة، حكمة القوة زي ما أسماها لإدارة هذا المشهد السياسي المعقد. هو معانا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. أهلا بحضرتك ومساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي القناة الأولى. أهلا بحضرتك. وما بين حرب لإبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وبين متاجر قديم بالقضية الفلسطينية، هل ما حذرت منه الدولة المصرية من اتساع دائرة الصراع تحول من مخاوف إلى حقيقة؟ يعني بالتأكيد احنا قدام مشهد مضطرب، والدولة المصرية بتاريخها وبقوتها المعروفة في الإقليم قدام مشهد مضطرب. احنا قدام ضربات قادمة من إسرائيل، رد قادم من إيران، تأثيرات كبيرة على المنطقة، استدعاء للقوى العظمى، مشهد بيؤكد ان احنا بالفعل قدام اقليم فقد عقله. النهارده هذه المواجهات بتقود الاقليم لمشاهد صعبه جدا. اللي بيحصل في غزه بقاله فتره من الوقت، اكثر من 6 شهور دلوقتي، بيقع شهداء ومصابين، القضيه الفلسطينيه بتبتعد، وجود السلام بتخفت التي دعت اليها مصر منذ اليوم الاول، الاطراف بتحاول انها تتآمر عليها. كل هذا المشهد العبثي مطلوب من الدولة المصرية أنها تدير الأمور بحكمة، تدير الأمور في الإقليم، لأنه الإنسان اللي بيعيش النهاردة في الشرق الأوسط مهدد. وللأسف الشديد تأثيرات بيحصل ده السلبية على الاقتصاد بدأت تبان، وبالأساس احنا عندنا تحديات اقتصادية صعبة جدا، وده بيأثر على المواطنين وبيأثر بالأساس كمان على فكرة حقوق الإنسان. الدول الغربية بانحيازاتها لإسرائيل بتعرض فكرة الدولة الفلسطينية للخطر. ومصر قالت انه، وعلى لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من مره، انه لا يوجد حل هادئ في هذه المنطقه الا بدوله فلسطينيه على حدود 69 عاصمتها القدس الشرقيه.